عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إلى متى ندرس؟ وعليكم السلام. الآن ندرس إن شاء الله. نعم، حاسبك يعمل جيدا؟ نعم، الآن هي لا يعمل جيدا. الآن لا يعمل جيدا؟ نعم. نعم، هل يمكننا أن نكمل الدرس أو ماذا؟ يمكنك أن تستمع الدرس الآن أو مرة ثانية؟ الآن الآن إن شاء الله. إذا نبدأ بإذن الله تعالى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ربي زدني علما. هذه وحدة جديدة من وحدات الكتاب العربية بين يديك الأول، وفي هذه الوحدة ندرس إن شاء الله كلمات جديدة وموضوعات جديدة. أولا، هل تعرفين معنى كلمة الجو؟ نعم، كيف تصفين هذه الكلمة؟ ما معناها؟ معناها الفصل، فصل. نعم، الجو يعني الطقس، يعني حال الطقس اليوم، هل هو حار مثل ما يكون في الفصل؟ الحر يكون في الفصل ماذا؟ ماذا؟ عندما يكون الجو حارا هذا يكون في فصل ماذا؟ فصل الصيف، الجو الصيف. هذا يكون في فصل الصيف. وعندما يكون الجو يكون هذا فصل ماذا؟ فصل الشتاء. فصل الشتاء، أحسن. إذا الجو هو ما نحسه خلال اليوم، جيد؟ إذا كنا نشعر بأن الجو جيد ورائع ومعتدل وليس حارا وليس باردا فنحن في فصل الربيع، نعم؟ نعم. إذا كان الجو حارا والشمس صافعة وأيضا الحرارة عالية جدا هذا فصل الصيف. إذا كانت الرياح كثيرة والهواء وهناك حركة هواء وهكذا، نعم، وأدبة وهذا، نحن في فصل الخريف. نعم. فصل الشتاء يكون الجو ماذا؟ ماذا؟ في فصل الشتاء. نعم. كيف يكون الجو؟ نعم. برد. نعم، في فصل الشتاء تكون درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة؟ الحرارة في فصل الشتاء يكون الجو، هل يكون الجو باردا أو حارا أو معتدلا؟ باردا، باردا. نعم، أحسنت. إذا هذه الصورة تعبر عن فصل ماذا؟ الفصل الشتاء. نعم، هذه الصورة، الإجابة كاملة، هذه الصورة تعبر عن فصل الشتاء. جميل. وهذه الصورة تعبر عن فصل الربيع، عن فصل خريف. خريف، خريف، فصل الخريف. وعندما يكون الجو حارا والشمس مشرقة ولكن درجة الحرارة عالية وحرارة الجو مرتفعة نكون في فصل صيف. الجو معتدل، الفصل الربيع. هذا فصل الربيع. هذا جميل. نعم، حوار بين اثنين. الزوجة هي نعم تعرف
تعرفين معنى كلمة الزوجة؟ نعم. نعم، الزوجة هي من؟ ماذا؟ الزوجة من؟ من التي أقول عنها أنها هي الزوجة؟ الذي متزوجة. المتزوجة. الإجراءات التي متزوجة. المرأة المتزوجة هي الزوجة. زوجة من؟ زوجة الرجل. هذا الرجل اسمه زوجها. جيد؟ نعم. زوجة مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. أنث. لماذا؟ ماذا؟ لماذا كلمة الزوجة؟ لأن في آخرها التاء التأنيث. نعم، لأن في آخرها ليست تاء تأنيث، تاء التأنيث تلحق بالفعل. نعم. ولكن هذه هي التاء المرفوضة تلحق بالكلمة إذا كانت مذكر وإذا كانت مؤنث. إذا كانت مؤنث مثل كلمة الزوجة فهذه التاء لحقت بكلمة هي في معناها تدل على المؤنث. جيد؟ نعم، كلمة الزوج تدل على المذكر، هي بدون داء ولا تعني أنها مؤنث. كلمة تدل على المرأة المتزوجة. كلمة حمزة، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل كلمة حمزة تدل على مؤنث؟ لا. لا، ولكنها تنتهي بتاء مرفوضة. أنت قلتي هي هذه الكلمة مؤنث تنتهي بتاء مرفوضة. نعم. نعم، إذا ليست كل كلمة تنتهي بتاء مرفوضة هي مؤنث، يجب أن تدل في داخلها أو في معناها على أنها مؤنث. كلمة الزوجة تنتهي بتاء مرفوضة وتدل على أنها هي المرأة المتزوجة. نعم. إذن هذا حوار كلام بين اثنين، رجل وامرأة. هذا الرجل هو الزوج وهذه المرأة هي الزوجة. نعم، اقرأي. من ما ماذا تريدين أن تقرأي؟ ما يقوله الرجل أو ما تقوله المرأة؟ رجل. الرجل. نعم، كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن، هذا فصل خريف. هذا فصل خريف. نعم. نعم. ثوبك مبتل، أين المكوك؟ تركته في الشركة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. أحسنت. اشرب هذا الشاي الدافئ. بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك. هل نخرج إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ نقضي الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. نعم، ونذهب غدا إلى السوق. نعم، الزوجة لا تسأل مرة واحدة. نعم، لهذا تقول نعم ستوافق أنها لن تخرج اليوم ولكن غدا يجب أن تخرج. نعم. هذا ما تفعله الزوجة. هل كانت هناك كلمات جديدة؟ نعم، الكلمة مبدلة أيضا جديدة. كلمة جديدة. مبتل، كلمة مبتل. نعم، الثوب يكون مبتل إذا كان عليه ماء. الجو ممطر. نعم. أو تنزل على الثياب. جيد؟ نعم. نعم، المعطف مبتل لماذا؟ عفوا، الثوب تحت المعطف، هذا المعطف فوق الثياب. جيد، الثوب مبتل عليه ماء لأن السماء كانت تمطر. نعم. نعم، كانت هناك أمطار. إذا مبتل يعني عليه ماء، مبتل عليه ماء عكس كلمة مبتل، الثوب مبتل عليه ماء. الثوب، تعرفين عكس كلمة مبتل؟ نعم. نعم، ما عكس كلمة مبتل؟ أي الثوب.
الماء ولا الثوب؟ الثوب مبلل، يعني مبلل بالماء، مبلل بالماء أي عليه ماء. سيد الثوب جاف، جاف لا يوجد عليه ماء. نعم لا يوجد. الثوب جاف، جاف لا يوجد عليه ماء، أو ليس عليه ماء. تجلس؟ نعم. عندما يكون الجو بارد السماء ماذا؟ السماء ماذا تفعل؟ ماذا يحصل؟ السماء تمطر. إذا نحن في فصل ماذا؟ نحن في فصل ماذا؟ في فصل شتاء. الشي، الشي. نحن في فصل الشي، الشتاء. مرة ثانية ألزمة. نحن في فصل الشتاء. نعم الشتاء. أحسنت. ماذا أيضا من الكلمات تريدين أن تعرفي معناها؟ مظلة. المظلة هي لا. نعم هذه هي المظلة، تحتمي بها من أشعة الشمس الحارة ومن ماء المطر في الشتاء. سيد؟ لا. نعم المظلة، المظلة نحتمي بها من ماء المطر في الشتاء. وماذا أيضا؟ وحرارة الشمس في فصل ماذا؟ في فصل الصيف. الصيف. أحسنت. جميل. نحتمي. ما معنى نحتمي؟ نحتمي، نحتمي يعني نستظل، نضعها فوق رأسنا حتى تعرفين. هذه هي المظلة. جيد؟ نعم. إذا احتمينا بها وضعناها، مسكناها بأيدينا ووضعناها فوق رؤوسنا، إذا نحن نحتمي. بيننا وبين الشمس الحرارة والماء فاصل. جيد؟ إذا نحن نحتمي بها، يعني نمسكها حتى لا ينزل علينا ماء المطر في الشتاء، وحتى تخفف عنا حرارة الشمس في الصيف. سيد؟ نعم. نعم. مظلة كلمة تنتهي بتاء مربوطة، مفرد أو جمع؟ ماذا؟ كلمة مظلة، مظلة. هل هذه الكلمة مفرد أو جمع؟ مفرد. مفرد ماذا؟ مفرد مؤنث. نعم. نعم والجمع المظلات. نعم مظلات فقط، مظلات بدون ال. مظلات. نعم ال تكتب عند الجمع اذا كانت في المفرد. جيد. كيف درس اليوم؟ جيد. نعم هل يبدو سهل؟ ماذا؟ الحمد لله. نذهب للدرس. ماذا تريدين أن تعرفي أيضا؟ لا. نعم هل كل كلمات سهلة تعرفين معناها؟ لا. ما يعني تركتها؟ ما معنى تركتها؟ أي وزعتها. تركتها في السيارة يعني وضعتها في السيارة. نعم عكس تركتها هنا.
لا أعرف. نعم، أنا أترك الشيء سيارة، وأنا ماذا معي؟ عندما أترك الشيء فأنا لا آخذه، أدعه. نعم نعم، أدع الشيء يعني لا آخذه، عكس أترك آخذ. جيد. لا لا. إذن هنا تركتها. أنت قلت وضعتها، هذا المعنى في هذه الجملة، وعكس هذه الكلمة أخذتها. جميل. أعطيني هذه الكلمة في جملة. قولي كلمة تركت في جملة يا منزهة. تركت الملابس في خزانة الملابس. تركت الملابس في خزانة الملابس. تركت ملابس في خزانة. نعم. أريد كلمة جديدة، أريد جملة جديدة على هذه الكلمة كمثال على هذه الكلمة. كلمة تارك في جملة. أعطيني جملة جديدة يا منزهة. ترك محمد، ترك محمد السيارة. تركت ماذا؟ ترك محمد. ترك محمد ماذا؟ ترك محمد السيارة. ترك محمد السيارة. تصبح جملة صحيحة، قولي أنه ترك شيئا. ترك محمد مثلا ماذا في السيارة؟ الجوال. نعم، ترك محمد في السيارة. الدرس ترك. من الذي ترك في الدرس؟ ماذا؟ من الذي ترك في الدرس؟ لا فهمت جيدا. في الدرس قال لك أنه ترك شيئا، من هو الذي ترك الشيء؟ الرجل. نعم، ترك الزوج. ماذا ترك الزوج؟ المعطف. المعطف أين؟ في السيارة. في السيارة؟ لا، في البيت. لا شك. ماذا؟ ترك المعطف في الشركة. لا. وترك المظلة في السيارة. نعم. نعم؟ نعم. وترك المظلة في السيارة. قولي جمل كاملة يا منزهة.
ترك الزوج المعتق في الشركة وترك المظلة في السيارة. مظلة في السيارة. ترك الزوج لا يوجد واو. نعم، ترك الزوج المظلة في السيارة. ترك الزوج المظلة في السيارة. نعم، أقرأي هذا. ترك الزوج المظلة في السيارة. ما يوجد الزوج هنا. ماذا؟ أقرأي الجملة كاملة يا منزهة. ترك الزوج. ترك الزوج المعتق في الشركة وترك المظلة في السيارة. نعم، ولكن ليست مين. ترك ماذا؟ المظلة. ليست مين. نعم، ترك المظلة. أحسن. نعم، ترك الزوج المعطفة في الشركة وترك المظلة في السيارة. هل هناك كلمات أخرى جديدة يا منزهة؟ ليست هناك كلمات جديدة. نعم، إذا نلتقي